السلام عليكم. في الذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان تعيش المملكة العربية السعودية أقوى فتراتها. هذا الرجل أحدث فارقا كبيرا منذ تقلده مهامه وتوليه هذا المنصب، فلقد اختير من طرف الملك سلمان الذي بطبيعة الحال لم يكن عبثا. فلدى الأمير أهداف ومشاريع تستحقها السعودية والشعب السعودي. رؤية السعودية 2030 في قمتها وتحقق المراد الذي تم الاتفاق عليه بقيادته الحكيمة وأفكاره البناءة وحرصه على خدمة الشعب السعودي، فلقد بدا ظاهرا الوجه الآخر أو الوجه الأفضل للمملكة العربية السعودية. فالمملكة تتجه بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. والأهم من هذا كله، فالأمير محمد بن سلمان لديه كل الثقة في المواطن السعودي، فالاقتصاد السعودي عرف طفرة إيجابية ممتازة بفضل الله ثم بفضل القيادة السعودية الحكيمة. فالعالم كله يتكلم بكل ثقة عن تقدم المملكة في صدارة دول العشرين الأكثر اقتصادا في العالم. السعودية المستقبلية هي دولة ما بعد النفط، والتركيز على مختلف النشاطات الصناعية منها والزراعية والسياحية، وأن تركز السعودية على ما بعد النفط ومكافحة الفساد والدعم المالي لأصحاب الدخل المتوسط، والتركيز على نقطة العمق العربي والإسلامي للمملكة مع جميع الدول الإسلامية.